الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
أبو زرعة الرازي من كبار المحدثين، أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي أحصى الصحابة فبلغ عددهم 114,000، 114,000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعنا نتجاوز هذا في ذلك الوقت. عدالة الصحابة هذا مصطلح حديثي استخدمه المحدثون والفقهاء والاصوليون. اذا ذكر الصحابي فنقول الصحابة كلهم بدون من اهل السنة. بعض الاخرين يقولون كيف كلهم بدون؟ الم يكونوا بشرا؟ الم يكونوا محترما؟ فهنا ينزجون ما بين العصمة والعدالة. تبين العصمة شيء والعدالة شيء آخر. عدالة الصحابة ولد بنصوص القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم في من يعتقد بقوله الفضالة. عدالة الصحابة ولد بالقرآن وولد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وولد بإجماع العلماء المسلمين ممن يعتقد بقوله. أما القرآن فكنتم خير أمة أخرجت للناس، الخطاب يقع مباشرة على صحابة رسول الله. وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء ورسول عليه، يقع الخطاب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت شجرة، الخطاب يقع على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آلاء الصلاة وغيرها تدل على عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول عصمتهم ولكن نقول عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث فأحمل اثنين. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، هلال رمضان يعني رمضان، فقال له النبي اتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. فهذا صحابي أعرابي فرد، وهذا قد يكون أيضا ردا على من يذكرون حديث الآحاد. هذا أعرابي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، قال إني رأيت هلال شهر رمضان، سأله سؤال الله عليه اتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. يا بلال وأعلم في الناس أن يصوموا غدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمتحن عقيدته، لم يمتحن. ولذلك دور البخاري في صحيحه أن الامتحان في عقائد الناس بدعة، أن الامتحان في عقائد الناس بدعة. لا تمتحن الناس في عقائدهم. إذا شهد لك لك بعد اليوم. من الذي ذكر؟ النبي لم يقل لهذه الأمة السوداء
العراقي المحدث بشار الولد معروف وهو الآن في المكتبات، فكل من له صلة بعلم الحديث معرفة به عليه أن يذهب إلى هذا الكتاب ويأتي به. يقول ابن عبد البر: قد كفينا البحث عن أحوالهم، أحوال صحابة الرسول، لا نبحث عن أحوالهم. الإجماع عند أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، لا أبحث عن صحابي أكبر. وإذا ثبت أنه صحابي ويتم ذلك بالتراجع ويتم ذلك بالشهرة صحابي يا أحسن صحابي صحابي
Thank you.
Thank you.
شغلهم والمال اللي تعبوا يبغى تمرة صور بدر يبغى يبني صور بس البحر.